وندير معاه هيت فيت ونحاول نحلوا هذا المشكل ديال الجمعيه، ربما غنحلوه حبيا وبالصلح، وتوليو تابعوا التعليم ديالكم. غيورين على هذه المدينه مدينه زايور، لناسها شرفاء وعلى خلق والطيبه والاخلاق والكرم معروفين به، راه واقف باش يحل لكم هذا المشكل باذن الله، وغنوقف معاه كنعاهدكم غنوقف معاه وغنديروا حل وغتوليو المركز الجمعيه ديالكم باذن الله. غنحاول معاكم نديروا تعاونيات، غادي تديروا مشاريع، والتعاونية حاليا تعتبر مقاولة مصغرة مديرة للدخل، أي غتخدموا غتنتجوا وغتخيطوا وغتدخلوا الفلوس، ولكن هذا الشيء بالتضامن وبالاتحاد. مثلا راه كاين بزاف الأفكار لإنجاح المشاريع ديالكم، غادي نساعدكم، لأن أنا الحمد لله من بعد ما توفقت في الجمعية أنا على خطى النجاح بإذن الله تعالى وبفضله. التعاونية ديالي في ذا الشمال ناجحة الحمد لله، وكتعاون النساء في وضعية صعبة، لا في الناظور ولا في منطقة سلوان، بالضبط في العمران، وحنا خدامين ولله الحمد، مطفين معنا شباب ونساء مطلقات وأرامل، وكنبيعوا المنتوج ديالنا بأثمنة مخفضة، اللي حاليا التعاونية الهدف ديالها هو دعم أنشطة ديال الجمعية. مبروك عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم عندنا توزيع ديبلومات، 45 ديبلوم على البنات اللي تعلموا دوزوا امتحان ونجحوا في مركز التربيه التكوين، الجمعيه الخيريه الاسلاميه لزايور. حنا صرنا على التعليم تاعهم حتى داو جاو الدبلومات تاعهم، وحنا كنوزعوهم. والحمد لله الجمعيه راها ملي بدات راها دابا في 3400 بنت اللي داو الدبلوم علينا، وراهم كيمشيو يخدموا بيه. مشيو خدمو، كاين اللي كيديرو فيزا عليه كيمشيو اسبانيا، يمشيو كاين اللي كيمشيو الشركات يخدمو في طنجة في الدار البيضاء، كاين اللي كيديرو تعاونيات غير بيناتهم، كاين اللي فتحو محلات و كيخدمو راسهم حرين، كاين اللي كيدخلو في دارها. المهم حنا أهلناهم سوق الشغل، أهلناهم باش يكتبو القوت نتاعهم، زعما باش تكون مرفوعة الراس، عندها الدبلوم تاعها و ضمنا الفنون تاعها، ونحن غادي ان شاء الله قدام. مازال حنا دابا في 3400 امارات من سنه 1999 حتى لحد